وقفنا بقى المره اللي فاتت قلنا كيف نعبر عن الفوز ولماذا. قلنا ان احنا لازم جماهير الفريق الفائز تعبر عن الفوز بادب. لماذا؟ هنقول مراعاه لشعور الايه الاخرين. لو حبيت احط بقى فكره رئيسيه على الجزئيه دي هقول الرياضه مكسب وخساره. نيجي بقى لاخر فقره في الدرس وهي بتتكلم عن صفات الرياضيه الحقيقيه. بيقول لك ولهذا فالرياضي الحقيقي يتحدى بالاخلاق الكريمه فلا يخاصم منافسه ولا يعتدي عليه ويسعى الى الفوز بنزاهه مشاركه. يعني لما نيجي نقول ما صفات الرياضي الحقيقي هقول الرياضي الحقيقي يتحلى بالاخلاق الكريمه او يتصف بالاخلاق الكريمه فلا يخاصم منافسه ولا يعتدي عليه ويسعى الى الفوز بنزاهه وشرف. ولو حبيت احط فكره هنا على الجزئيه دي هقول صفات الرياضيه الحقيقيه. طبعا هنا قدامي دي الكلمات الصعبه شويه في الجزء اللي اخدناه. هنقول التدمير، التخريب، المشاجرات، المنازعات، مفردها المشاجره، المهزوم، عكسها المنتصر،